بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقفنا عند هذه اللفظة الكريمة ورسله، فيجب الإيمان بالرسل جميعهم من أولهم وهو نوح عليه السلام ومن قبله من الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن بجميع الرسل. أما من آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم، فاليهود كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بواحد من الرسل فهو كافر بالجميع، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. لأن من كذب رسولا واحدا، يعني وقوم نوح ما كذبوا إلا نوحا، وكذلك بقية الأمم إنما كذبت رسولها، فمن كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل. ولهذا قال جل وعلا هنا: ورسله، يعني جميع الرسل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، الذي هو البعث والنشور والجزاء على الأعمال والجنة والنار، فإن اليوم الآخر هو أحد الإيمان، فإن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة. فالذي ينكر البعث وينكر الآخرة وينكر الجنة أو ينكر النار أو ينكر ما صح وثبت من أمور الآخرة كعذاب القبر وكالصراط والميزان والجنة أو النار، من كفر باليوم الآخر جميعه أو ببعض ما يكون فيه مما صح وثبت، فإنه كافر بالله عز وجل. والذي يؤمن باليوم الآخر يعمل له، فالإيمان باليوم الآخر يحث المسلم والمؤمن على أن يعمل لليوم الآخر، لأنه يعلم أنه مبعوث وأنه محاسب وأنه مجزي، فيعمل الصالحات ويتوب من السيئات. أما الذي يكفر باليوم الآخر فإنه ينسى مصيره ومآله، فلا يمتنع عن كفر وعن شرك وعن إلحاد وعن كبائر الذنوب والموبقات، لا يرتدع عن شيء، لأنه لا يؤمن باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يترتب عليه أمور عظيمة، والكفر باليوم الآخر يترتب عليه أمور خطيرة. ثم قال جل وعلا: فقد ضل ضلالا مبينا، يعني من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل، يعني أخطأ الطريق ضلالا بعيدا عن الطريق الصحيح. فالكفر والعياذ بالله، الكفر ضلال بعيد وليس ضلالا قريبا. فعلى المسلم أن يحذر من أن يتساهل في هذا الأمر وفي أمور الكفر وأمور الشرك،
أو يشك في ما ثبت من أمور الآخرة أو يتأول على غير تأويله أو يكذب أحدا من الرسل أو بعض أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام أو يتنقص الرسل أو أحدا منهم أو يتنقص ما أو ينفي أسماء الله وصفاته، وأعظم من ذلك أن يشرك بالله عز وجل في عبادته. كل هذه ضلال مبين خطير، فقد ضل ضلالا بعيدا عن الصواب، ولا يرجى له سلامة ولا يرجى له نجاة يوم القيامة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. ثم بين سبحانه وتعالى بين حالة هؤلاء الكفرة، وهم على قسمين: قسم الأول كافر أصلي لم يدخل في الإسلام من الأصل وهو باق على دين الجاهلية، ولا القسم الثاني من أسلم ثم ارتد والعياذ بالله، وهذا أشد. ولهذا قال جل وعلا: ومن يكفر بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا، آمنوا بالله ودخلوا في الإسلام ثم كفروا بالردة وارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ثم آمنوا يعني تابوا من الردة ثم كفروا ارتدوا مرة ثانية ثم ازدادوا كفرا والعياذ بالله، فلم يتوبوا. في الأول تاب من الردة واستقام، ثم إنه ارتد مرة ثانية ولم يتب واستمر إلى أن مات على ردته، فهذا والعياذ بالله أشد من الكافر الأصلي. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يتوبوا إلى الله عز وجل قبل مماتهم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم التي تابوا منها ثم ارتدوا ونكصوا على أعقابهم، فإن ذنوبهم تحصى عليهم أولها وآخرها والعياذ بالله، ما فعلوه قبل الردة قبل الإسلام وما فعلوه بعد الإسلام تحصى عليهم أعمالهم وتبطل حسناتهم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالردة تبطل الأعمال، ولكن إذا تاب إلى الله منها تاب الله عليه، أما إن استمر فإنه تبطل حسناته الحاضرة وتعود عليه سيئاته وضلالاته السابقة، فيكون من أهل النار الخالدين فيها والعياذ بالله. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.